بالنسبة لي اعتماري عن الغير، جزاكم الله خير شيخ صالح. الاعتذار عن الغير كالاعتذار عن النفس، كما يعتمر لنفسه نعم انه يعتمر لغيره بان يحرم من الميقات او من الحل، نعم، ويؤدي مناسك العمره ويكون النيه عند الاحرام عن الغير. طيب الطواف والسعي والحلقه والتقصير كل مناسك العمره ينويها عن ذلك الغير. نعم جزاكم الله خيرا. وهو قادم من الاردن اعتمر بنفسه ويريد ان يعتمر بغيره، هل ينطبق الكلام الاول على هذه الحاله ايضا؟ نعم ينطبق اذا كان داخل مكه، نعم، ولا ينبغي ان يخرج للاتيان بعمره لا لنفسه ولا لغيره، وانما يبقى في مكه ويعبد الله في مكه افضل له من اداء العمره الثانيه. جزاكم الله خيرا. مع ان عمل الناس على غير هذا اليوم شيخ صالح، الناس نعم كثير منهم، كثير جدا منهم اذا جاءوا الى مكه وادوا النسك من حج او عمره يعتمرون وجودهم في مكه فيكثرون من العمر عن فلان وعن فلان وعن فلان، نعم، وهذا خلاف الافضل. نعم. هل من كلمه لاخوانكم الذين يقفون على منافذ البلد ويستقبلون الحجاج والمعتمرين بمصحهم، هل من كلمه لاخوانكم حول هذا الموضوع؟ هذا أمر حاصل لله الحمد، فإن أعضاء التوعية في الحج نعم والمرشدين والدعاة يرشدون الحجاج ويبينون لهم هذه الأحكام، طيب، وأيضا يوزعون عليهم الكتب والنشرات التي ترشد إلى أداء المناسك ويبلغونهم هذه الأحكام. وكذلك ينبغي لطلبة العلم، نعم، ينبغي لطلبة العلم عموما أن يرشدوا الناس ويبصروهم ولا يتركوهم على العادات والتقاليد التي قد تكون مخالفة للمشروع أو تكون مفضولة، تكون مشروعة ولكنها مفضولة فيتركون الأفضل ويذهبون إلى المفضول. ينبغي لطلبة العلم أن يبصروا الناس بهذه الأمور، لأن هذا مما حملهم الله من أمانة العلم وتبليغه للناس. نعم.